في أول طريقه إلى الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فلما نام يا سادة كرام، يا كرام، يا سادة مشاهدين في العالم كله، فلما نام جاءوا في الرؤيا من قال له: يا بشر، لقد طهرت اسمنا من الأرض، نزعت اسمنا من الأرض. هو قال في نفسه: خشيت، بيزكي بقى مع نفسه، خشيت أن اسم الله الملك الرحمن الرحيم تدوسه الأقدام. فجاءه ملك في الرؤيا وقال له: يا بشر، لقد طيبت اسمنا فإنا نطيب اسمك إلى يوم القيامة. تزلزل. وكانت ليلة جميلة، تحول من بشر العاصي إلى بشر الذاكر الزكار، التواب الأواب المنيب. فاللهم زلزل قلوبنا إليك بتجارة صادقة معك. لن أطيل عليكم، سأختم بهذه اللوحة. ألا أدلك على تجارة صادقة؟ هارون أخي، هذه اللوحة جميلة جدا، لوحة جميلة، هتتاجر مع الله من غير فلوس ولا حال. الناس بتخاف عندما تكلم عن المال والتجارة بالمال والتصدق والزكاة، بعض الناس يشمئزون من هذا. لا حرج، الإيمان الصادق تجارة مع الله. ابن القيم أستاذي يقول: أفضل من أحب على وجه الأرض من يسمعني كلمتين يذكرني بالله. فهذه أفضل تجارة لك مع الله. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان أستاذا كبيرا، لما كان يشوف الناس كده الدنيا لهياها والدنيا واخداها وفي حالة شتات وشقاق وتنافر، يأتي بأبي موسى الأشعري يقول: هاتوا أبو موسى. وكان صوته جميلا، وأعطاه الله تعالى مزمارا من مزامير داود عليه السلام. فيأتي به سيدنا عمر يقول له: عايزين نعيش الإيمان، ما أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع إليه، ما أجمل الأنس بالله، وعجلت إليك رب لترضى. تعال يا أبا موسى شوقنا إلى ربنا يا أبا موسى. فيجلس ويقرأ القرآن، وسيدنا عمر يبكي، ينهنه. تستشعر أن كبده يحترق والله. يقول الصحابة: كنا نشم الشواء في كبد عمر. كبده بيتشوي، وشوهد على وجهه نهران، خطين يعني، شوهد في وجه سيدنا عمر نهران كبيران من كثرة البكاء من خشية الله. الذي كان جبارا في الجاهلية
الذي لطم وجه أخته فاطمة بنت الخطاب عندما وجد نسخة من سورة طه أو بعض القرآن في يدها فلطمها على وجهها. جبار الجاهلية أصبح عظيم الإسلام. اللهم شوقنا إليه. ألا أدلك على تجارة يعني صدقة سم بين الناس. يا سلام، اغلق أبواب الفتن، سم بين الناس، إذا تفاسدوا وقرب بينهم إذا تباعدوا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا هارون أخي، لن يغفر الله لي ولن يغفر الله لك إذا كان بيني وبينك مشاكل وكراهية وغل وحقد ومشاحنات. لا 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 لا، حتى لو صمنا العمر كله لا. إصلاح الناس بالناس هو الطريق إلى مرضاة رب الناس. ولذا قال سيدنا صلوات ربي وسلامه عليه، إذا التقى المسلمان وتصافحا بالإيد، لا دعك من تصافح الأيدي، سأسلم عليك وتسلم علي سلاما حارا قويا مزلزلا، لكن القلوب لا زالت متناثرة متناثرة. لا، أنا أتكلم اليوم عن موضوع جديد اسمه مصافحة القلوب. يبقى قلبي هو قلبك، يبقى وجهي هو وجهك، يبقى إحساسي هو إحساسك، يبقى عيالي هم عيالك، يبقى روحي هي روحك. هذا بذل الحب في سبيل الله، مصافحة القلوب. إذا التقى المسلمان وتصافحا يعني بحب 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 تساقطت عنهما أوزارهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، والصلاة والسلام على خير الأخيار وإمام الأبرار المنعوت بصفات الأخلاق المنعوت في سورة الأعراف، الذي جمله ربه ونوره ربه وطيبه ربه وزكاه ربه وعلمه ربه وأدبه ربه وأيده ربه. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ده بقى هارون يعني، شوف ربنا بيقول لسيدنا النبي إن أنا بأيدك بنصري بس برضو بالمؤمنين اللي حواليك، دول هارون أخي. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. مش ممكن واحد يصلح مجتمع لوحده، لا رئيس دولة ولا رئيس وزراء ولا رئيس لجنة ولا رئيس جمعية، يستحيل يستحيل لأي مسؤول إن هو يصلح الناس إذا لم يكن الناس يرغبون في الإصلاح. ذو القرنين ليس كأي أحد، فلتة من فلتات الزمان ما يتكررش، ملك المشرق والمغرب كما ذكر الملك في سورة الكهف، ملك المشرق والمغرب، ملك الدنيا كلها لزمانه. ورغم هذا عندما ذهب إلى قوم لا يكادون يفقهون قولا وأراد أن يقيم السد أو الردم بين الجبلين لكي يمنع دخول يأجوج وماجوج وهو ذو القرنين، قال لهم ايه؟
كلمة واحدة لابد أن نحفظها، لا تنساها، علمها أولادك، علمها أحفادك، علمها الأمة كلها. أعينوني بقوة، ساعدوني. ده أنت يا ذا القرنين، الإسكندر الأكبر المقدوني، ده أنت يا ذا القرنين ملك الدنيا كلها، تغير ما تشاء مع قوات مسلحة ومعك جيش ومعك شرطة ومعك ومعك فلوس ومعك. قال لهم لا لا، أعينوني بكم، أعينوني بقوة. هؤلاء الناس كما قال الملك وحق له أن يكون الملك، لا يكادون يفقهون قولا، منعزلين عن الحياة انعزال تام، عايشين في خوف في رعب، أول ما يسمعوا اسم يأجوج وماجوج يموتون رعبا. صحيح والله. فجعل منهم 34,000 مهندس، والله 34,000 مهندس، حولهم من أمة خاملة منسية إلى أمة عاملة عندما أخلصوا قلوبهم لله. هو ده الكلام، هو ده الشغل. السيارة فيها 4 إطارات، 4 عجلات، 4 عجلات، عندما تفسد واحدة الثلاثة يستحيل يمشوا، يستحيل. هكذا الحياة. إذا أردنا أن نبني بلادنا وبلدنا لابد أن نكون يدا واحدة، لأن يدا لابد أن نكون يدا واحدة، لأن يدا واحدة لي أو لك لا تصفق لا تعمر. أعينوني بقوة، أعانوه بقوة، اشتغلوا، آتوني زبر الحديد يشغل. ديت ولا أمريكا النهاردة تستطيع أن تصل لزبر الحديد، ده ثقافة هندسية عالية. ويشتغل ويطلع بنفسه أمامه، حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين وبنى بناء كبير يشغلهم. انفخوا انفخوا، ساعدوني 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 ساعدوني. فلما ساعدوه أسعدهم الله، لم يجلسوا لكي ينتظروا أخطاءه، لا، أو يتربصون به أو يوقعوه أو يشتكوه، ما حصلش. حولهم إلى أمة عاملة، إلى أمة ذكرها التاريخ. وكان متواضعا، ملك المشرق والمغرب بيشتغل بإيديه، بنا بيشتغل بإيديه، بيبني بإيديه، ونسب الفضل إلى الله. ليه؟ إلى الله ليه؟ ليس إلى شطارته ولا هندسته ولا الناس، لا، إلى الله الذي ألف القلوب. بعد 10 سنين بيشتغل معاهم، 10 سنين بيشتغل معاهم بكل قلب بكل كبد بكل أعصاب، جمع الناس وقد حولهم إلى أمة عاملة. وقال لهم ليس لي عندكم قبل أن أغادر المكان وأن أغادر الزمان إلى أن أشكر، إلا أن أشكر رب الزمان ورب المكان. قال هذا رحمة من ربي. الرحمة أن يساعد الناس بعضهم بعض، لا يكون فريق بيشتغل وتعبان وبيكد والفريق الثاني جالس متربص به، يريد له الغرق، يريد له الحرق، يريد له الفضيحة. لا يمكن أن تنجح بلادنا بهذه الطريقة أبدا. الرحمة، الحب، الألفة. إذا لم تكن قادرا أن تساعدني وأنا بشتغل، اسكت اسكت أو ادعو الله لي. قال هذا رحمة من ربي
فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم بارك في قواتنا وفي أقواتنا وفي بلادنا وفي قادتنا وفي رئيسنا، واجمع كلمة البلاد على نصرة الإرهاب والتطرف والعنف. اجعل بلادنا منصورة لا تمكن منها الظالمين ولا المدمرين ولا الغاشمين. أقسم بك عليك يا الله، يا سامع النجوى، يا كاشف البلوى، في يوم الفرج وأنت الفرج وأنت النور وأنت النور وأنت نور النور، نور قلوبنا، أسعد أيامنا، اجعل لنا من لدنك وليا، لدنك بصيرا. يا سامع الدعوات، يا سامع الدعوات، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، أغلقت الأبواب إلا بابك، إلا بابك، إلا بابك. من يساعدنا غيرك؟ من يلطف بنا غيرك؟ يقيل عثرتنا غيرك؟ ما لنا سواك، ما لنا سواك، ما لنا سواك. أقسم بك عليك يا الله، ارسل أنظارنا، أصلح ذات بيننا، أنزلنا منازل الصادقين والصديقين في الدنيا والآخرة، اجعل محبتنا لك، واجعل حبنا لك، واجعلنا ممن ينادى عليهم يوم القيامة، أين المتحابون في جلالك؟ أين المتحابون في جلالك؟ أين المتحابون في جلالك؟ اليوم أظلهم بظلي، اليوم أظلهم بظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم أدخلنا في رحمتك، اجعل رزقنا واسعا، اجعل رزقنا واسعا، ومورنا ساطعا، وذنبنا مغفورا، ودعاءنا مستجابا، ودعاءنا مستجابا. اجب دعائي لاحبابي، اجب دعائي لاخواني واخواتي، الحاضرين والحاضرات، والمشاهدين والمشاهدات. لن أغادر بابك، لن أغادر بابك إلا إذا أغثتنا وأعنتنا وقويتنا وهديتنا ورحمتنا 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 وعفوت عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا. إلهي سيدي مولاي، إلهي سيدي مولاي، ارحم أحبابنا الذين ساعدوا معنا في نهضة هذا
هذا المكان، ارحمهم رحمة واسعة.